30 صوره النور اللي بتقول لك انا مش عارفه ان في الحجاب ده، يعني اللي عايزه تلبس تلبس، مش عايزه هي حره، الحجاب ده مش فرض عليه. مين اللي قال لك مش فرض؟ هتالفي في دين الله؟ مين قال لك مش فرض؟ ارجعي لسوره النور الايه 31، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن. لم يم الامر من التوكيد بخمرهن، اسم الخمار. وخمار ليه؟ من ماده خمره في اللغه، خمر يعني ستر ودار وغطى، فانت بتداري وتستري وتغطي عورتك، عشان كده الخمره اسمها خمر لانها بتستر وتداري العقل. فهنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن بقى هنا الا لبعولتهن، جوزها او ابائهن، ابوها طبعا جوزها يشوف منها كل حاجه، لكن اللي جايين بعد كده حدود العوره بالنسبه ليهم ما فوق السره وما تحت الركبه، اه لكن ما بين السره والركبه لا، اللي هي بقى ابائهن او اباء بعولتهن، يعني ابوها او ابو جوزها، او ابنائهن عيالها، او ابناء بعولتهن عيال جوزها لو كان جوزها متجوز غيرها، يعني هي تبقى مرات ابوهم، او اخوانهن، اخوان بني اخوانهن، او بني اخواتهن، او نسائهن لما تبقى واحده زيها. لكن بعض العلماء قال ما تبقاش كافره عشان ما تشوفش منها يعني الحاجات دي وترجع توصفها. الشاهد يعني ان اللي فرض علينا الصيام فرض على المراه الحجاب، ها؟ فرض علينا الصلاه، كانت بعض الناس بيصوموا ما بيصلوش. ما هو ده الانفصال اللي احنا فيه، الناس فاصله في الايمان، فاكره ان اللي امرنا بالصلاه كان واحد غير اللي امرنا بالصيام غير اللي امرنا بالحجاب، ده هو الله يا ناس، هو الله عز وجل. ولذلك اللي بتقول انا مؤمنه بالله، طيب ما هذه الايه 31 سوره النور، الاحزاب 59، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ذلك ادنى اي احرى او اولى ان يعرفن انهن حرائر شريفات عفيفات فلا يؤذين، لا واحد هيؤذيها بفعل ولا يؤذيها بقول. وفي سورة الأعراف الآية 26 الله يقول يا بني آدم وقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ها يعمل إيه؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يبقى إزاي واحدة تقول لك أنا الحجاب إيه والحجاب مش فرض والحجاب ده أصله حاجة كده يعني كمالية، اللي عايزة تلبسه تلبسه اللي عايزة ما تلبسوش، إزاي أنت مؤمنة بالله؟ أنت مصدقة بكلام الله؟ طب الله هو في القرآن قلت لك بيقول وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. يبقى ما نفصلش، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وتكفرون ببعض، خلي بالك الآية ما قالتش أفتؤمنون ببعض الكتاب وتتركون بعض وتؤجلون بعض وتنسون بعض ولا تطبقون بعض، لا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اللي قال دي هو اللي قال دي هو الله. الله سورة البقرة مش بيقول لك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ اه امشي شوية كده في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اللي كتب دي كتب دي هو الله، اللي كتب او اللي فرض علينا اوامر الاسلام كلها هو الله. هنلاقي إيه؟ هو الاسلام طماطم بناخد الحته الطماطميه الحلوه الكويسه وارمي المفعصه الوحشه؟ مفيش في القران وحش ومفعص، القران يتاخد كله، كلام الله يتاخد كله. سوره البقره يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. يا ايها الذين امنوا ادخلوا، يعني ادخلوا يعني التزموا في السلم اللي هو ايه؟ الاسلام. كافة يعني ايه؟ كافة في القراءات والتجويد بيبقى ده ايه الكلمة دي؟ اسمها مد لازم كلمي مثقل حتى بيقولوا في الفاظ تناسب الكلمات، فهنا برضو واخدة كلها ايه؟ يعني الالفاظ والكلمات تناسب المعنى، فواخدة الدين كله ادخلوا في السلم ايه؟ كافة. خد الدين كله، نلاقي بقى حياتنا كلها منضبطه على الاسلام، مش بنلطش، مش واخدين حته وسايبين حته، بنعمل حاجه وعكسها بالظبط، زي ما تبقى والعياذ بالله المنظر غلط، رقص مثلا والعياذ بالله او عري. ونتوقف الان ليه؟ عشان صلاه المغرب، طب وبعد المغرب يا حبيبي نعود الى الرقصه كما كانت، نستكمل الرقصه ان شاء الله، ونستكمل قله الادب اللي كنا بنعملها قبل المغرب، مين يقول كده؟ ايه التلطيش ده؟ ده تلطيش، اسمه تلطيش، ده ما ينفعش.
ده ما ينفعش. اللي بيقول انا مؤمن بالله تؤمن بكل ما اخبر به الله وتاخذ كل ممكن نغلط، انا ما بقولش ان احنا ملائكه لا، بس المبدا الهدف ده بقى قدامي انا راجل ايه، طالب طالب مسلم، مسلم طالب دكتور، مسلم دكتور، مسلم تاجر، مؤمن بالله الاول وبعد كده اشوف مهنتي ايه. فبطوع الحياه كلها، مش مهنتي بس، بطوع الحياه كلها للدين عشان امشي فيها حسب الدين، والا هيبقى بنلطش زي ما بقول. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى سوره الزخرف يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش يعني ايه؟ في مرض اسمه العشاء الليلي، اللي هو ايه؟ يقول لك بشوف كويس طول النهار بس لما يجي الليل ما اشوفش. اهو بالظبط كده، اللي واخد حته وسايب حته عنده عشاء ليلي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. والله يطلع يقول لك ربنا وفقني الحمد لله في العمل الغلط اللي كنت بعمله، انا كنت بتنال على عيني وبعمل حاجات غلط، ربنا وفقني من فضل. وفقك، وفقك في ايه؟ وفقك في ايه؟ ده وما توفيقي الا بالله. نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا في الاخره بقى قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يا ليتك بعيد عني، شوف بعد المشرقين ازاي، فبئس القرين. ينفع؟ ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. الله في سوره الحجر يقول كما انزلنا على المقتسمين اهل الكتاب، يقول ايه؟ الذين جعلوا القران عضين. عضين يعني ايه؟ يعني بياخدوا حته ويسيبوا حته. يعني بيقول لك لا دي ده اعمال القيصر للقيصر وما لله لله، الحته دي ما فيهاش كذا، انا اعمل دي ما اعملش دي. احنا عندنا في الاسلام لا، كله يتاخد من الله. لانك مؤمن بمين؟ بالله. طب يعني ايه مؤمن بالله؟ ها؟ يعني مؤمن بالله ان هو خالق وهو معبود وهو المشرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وان احكم بينهم، سوره الشور، وان احكم بينهم بما انزل الله، سوره المائده، الى اخر القران العظيم. كله يقول لك تؤمن ايمان عملي، ايمان يقيني بالله يظهر وينضح عليك في سوره العمل. ولذلك تعال نبص، احنا قلنا ثلاث كلمات، قلنا الايمان وايه؟ والعمل ايه؟ الصالح. تعال بص الكلمات دي ونحاول حتى يعني نفرق بينها شويه كده، مش هتنفع. ما تعرفش تفرق بينهم ازاي؟ لو قلت ايمان من غير عمل صالح هيبقى ايمان ناقص. ولو قلت عمل صالح من غير ايمان ما ينفعش، ما يقبلش. ولو قلت ايمان وعمل بس مش صالح برضه ما ينفعش. مردود عليك لانه مش موافق للقران وللسنه ولانه ما فيهوش اخلاص لله. وده معنى كلمه الصالح. يعني ايه كلمه صالح؟ يعني الله لما يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى في سوره النحل وهو مؤمن، حتى بص عمل صالحا من ذكر او انثى فضل ايه؟ وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ده في الدنيا ولنجزينهم اجرهم في الاخره باحسن ما كانوا يعملون. سوره طه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل هذا العمل من الصالحات، هذه الصالح وهو مؤمن ايمان وعمل صالح، فلا يخاف ظلما ولا هضما. لما تيجي تفرق بينهم الثلاثه ما تقدرش وما ينفعش. عارف ازاي؟ في الحلقه الجايه ان شاء الله، في الحلقه القادمه باذن الله تعال نحاول نفرق بين الثلاثه كده ونشوف ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.